صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. فهذا اليوم الجميل، يوم الاثنين، ثاني يوم من الأسبوع، بداية يعني ثاني يوم في الأسبوع، بداية شهر جديد إن شاء الله، بداية خير جديد، بداية جميلة. أنا أحب أعتبر كل بداية شهر يعني كأنه بداية فرص جديدة، نجاحات جديدة، طموحات جديدة، لأن كل شهر يحمل معاه ترى تحديات جديدة، أشياء جديدة. فلازم نعتبر كل بداية شهر هي بداية جديدة. أحس لأن عقلنا، لو حسسنا عقلنا الباطن أن اليوم هو عبارة عن بداية جديدة، تحسوا عقلكم يستوي يعني شاحذ أكثر، يستوي نشيط أكثر، يستوي أشطر، يستوي عقلنا أشطر، أنه يحس أنه لازم أقدم شيء جديد في هذا الشهر. طبعا نحن نطلع عليكم من بلدنا الجميل، بلد الإمارات، ومن دبي تحديدا، ومن برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا، إذاعة نور دبي. طبعا برنامج صحة وسعادة يكون معكم على الهواء من الأحد إلى الخميس. اليوم أنا معكم دكتورة ندى الملا، ومعايا زميلتي آمنة. صباح الورد يا آمنة. أهلا فيك دكتورة، وصباح النور والسرور، صباح ورد في صباح الأثنين اللي يحبه كل أثنين. دائما أقول هالجملة، يوم لطيف دائما يكون يوم الأثنين. طبعا مثل ما تعودتوا برنامج صحة وسعادة يكون في أكثر من فقرة، يكون في طبعا آخر الأخبار الصحية والعلمية، يكون في بعض المواضيع الطبية، يكون عندنا ضيوف رائعين يناقشون ويطرحون مواضيع ويجاوبون على أسئلة تردنا للبرنامج أو أسئلة تهمكم. وطبعا في حال بغيتوا نتكلم عن موضوع معين، عندكم سؤال للضيوف، أي شيء حبيتوا تقدمونه كملاحظة، كاقتراح، كموضوع، تواصلوا معنا على أرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. نروح إلى الخبر. خبر اليوم ونيس، شو يقول الخبر؟ فاكهة تحرق دهون الجسم الخطيرة عند تناولها بانتظام. ما في بعد تنزل الوزن بالمرة؟ هاي النمر، شو رايك؟ يقول آمين. انزل شو الفاكهة السحرية حين؟ طبعا تعد الدهون الحشوية مصدر قلق خاص، لأنها تقع في عمق تجويف البطن. يعني الدهون تكون جمعة في البطن، تعرفون لما الناس تحاول تنزل وزنها آمنة شهور وسنين تسوي رياضة، يقول لك البطن ما ينزل، لأن هذه دهون البطن هي أكثر الدهون العنيدة. فالحين يقول لكم هذه الدهون العنيدة اللي تقع في تجويف البطن ما بين الفراغ بين أعضاء الجسم الحيوية، الطريقة الأكثر فعالية لحرق هذه الدهون الصعبة اللي حتى مع الرياضة صعب أنها تنزل، من خلال نظام غذائي وتمارين غذائية. قد تكون فاكهة واحدة عند تناولها بشكل منتظم تأثيرات حرق قوية لهذه الدهون. حنا بتشوف شو الفاكهة هاي، وغالبا ما يتم تجاهل هذه الحالة باعتبارها حقيقة لا مفر منها تتعلق بالشيخوخة، لكن تلعب دورا رئيسيا في مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية. يعني هاي دهون البطن ترى مثلا دائما يقول عند الرجل محيط الخصر هو الأهم، لأنه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري والضغط. فمحيط الخصر اللي هو كمية الدهون المتراكمة في المنطقة في البطن ترتبط بشكل مباشر مجموعة من الأمراض. فحين تقول تظهر الأبحاث المتزايدة الفوائد الغذائية لأي فاكهة، التوت البري أو البلوبيري اللي يسمونه، تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة والمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية. قال إي ميتشل سيمور من مختبر أبحاث التابع لجامعة ميتشيغان، قال إن التأثير على الجينات التي تنظم حرق الدهون ومخزونها يمكن أن يساعد التوت الأزرق على تخليص الجسم من الدهون الخطرة، أيضا في خفض نسبة الكوليسترول المرتفع. لو تقول بعد ينزل وزن والله تكون سويت فينا خير صراحة. احنا ترى هذه الجملة. وأضاف ستيفن بولينج من جامعة ميشيغان، جرى البحث جيدا عن فوائد تناول فواكه وخضروات. طبعا احنا في صحة وسعادة أمنش كثر قلنا عن كل فواكه وخضرة كل يوم والألياف. الحين الأبحاث الجديدة شو تقول؟ اكتشاف أن التوت الأزرق بالذات يظهر المواد الكيميائية الموجودة فيه بشكل طبيعي تبشر بالخير في التخفيف من هذه الظروف الصحية. وإن شاء الله في المستقبل القريب راح يقول اكلوا صحن توت ينزل وزنكم 2 كيلو إن شاء الله في اليوم. فشو رأيك يا عمنا؟ تحبين توت؟ صراحة دكتورة استأنست على الخبر يوم قريته، قلت يا
أخيرا في شيء يعني أسويه في حياتي مفيد. أنا أحب الصراحة التوت، وبناتي ما شاء الله يحبون التوت الأزرق. ممتاز. فيعني من الفواكه تقدرين تقولين مفضلة ولازم تكون موجودة في البيت. فأحس إنه حلو على فكرة، يعني سهل ينأكل. سهل ينأكل، لو ثلجتيه استوي كأنه آيس كريم، حبة ورا حبة واحد. حتى شكله عبد الله جمعة الله يذكره بالخير كان يعرفها المعلومة، لأنه كان يوم يقدم برنامج صحة وسعادة يوميا حاط البلو بيري حداله، يعني هار يوغا. حتى نمر يقوله وانا البلو بيري من اساس الكيتو دايت، يعني لأن وبعد ليش؟ لانه غني بمضادات الاكسده، مضادات الاكسده اللي تحمي من الاصابه بسم الله بالسرطانات، وحتى تحافظ على بشره جميله. من ضمنها دائما نقول خلوا البلو بيري في اكلكم. البلو بيري متوفر ما شاء الله بكميات، ورد اقول ممكن تحافظون عليه فتره طويله انكم تثلجونه، يستوي وايد لذيذ لما يستوي مثلج كانه ايس كريم. دكتوره نقدر نستخدمه في السموثي والعصائر اذا جمدناه بالعكس. صح اكيد، ويعني سهل، ما يبال تقطيع ولا يبالي تكشير، هو روحه غني بس نغسله. أهم شيء ترى في عائلة التوت بشكل عام لازم نغسلها بشكل سليم، لأنه يستخدموا مواد كيميائية وايدة للحفاظ عليها من الحشرات لما يزرعونها. فمثلا التوت والفراولة وجميع أنواع التوت لازم، يا إذا حصلتوا عضوي طبعا خذوا عضوي، إذا ما حصلتوا لازم تغسلوها بشكل جيد. في ناس تستسهل بس تغسلها شوي بالماء وتخلي، لا نقعوا شوي بماء، ممكن تحطوا فيه شوية نقطة خل يساعد على تخلص من أي بقايا من المواد السامة اللي تكون مشوشة على التوت. نعم، فنقدر نقول دكتورة المعلومة الجديدة اليوم تعلمناها عن التوت الأزرق. صح. وغير هذا طريقة الغسل دكتورة، ترى الموضوع هذا يعتبر موضوع مهم جدا. صحيح، في وايد ناس يعني مثل تتعايز تتكاسل عن غسيل الخضرة، تقول يعني بس هو الناحية الإيجابية في الكوفيد إن خلت الناس تحرص أكثر على غسيل الخضرة. قبل الناس شوية تتساءل، الحين تقولك لا لازم نغسل الخضرة عدل. غسيل الخضرات بشكل سليم، شو يعني بشكل سليم؟ يعني تعطين الخضرة وقت، يعني تحطينها في ماء وتحطينها في شوية نقطة خل. إحنا ما نقول كثروا مواد، يعني شلوا صابون للخضرة خاص، مع شوية خل وتخلينها في الماء فترة 10 دقائق، راح تلاقين كل المواد المترسبة، حتى لو في مواد كيماوية عليه، أي حشرات عليه. يفضل لا دائما نقع الخضرة، ودائما نشفها أيضا عدل. تخزين الخضروات بالماء يساعد إنها تعفن بشكل أسرع، عشان في ناس دائما تشتكي تقول الخضرة ما تعمر عندنا في الثلاجة بالتالي ما أكل سلطة لهالسبب. وطبعا انا دائما لما اخصائي التغذيه دائما يركزون على الخضروات اللي الورقيه، ان تنظيفها بشكل سليم. يعني الخيار والطماط والجزر هذه سهل في الغسيل في التنظيف، لكن الكرفس هذا كنت اتكلم عن الكرفس، يعني الكرفس دائما الناس تستسهل في اكله، انه ما تغسل عدل، لكن كميه الحشرات اللي تكون في الكرفس لا تغسل الكرفس عدل، تعاملونه معامله الخس. كيف نغسل الخس؟ نغسل الكرفس بالضبط دكتورة. يعني هاي معلومات يمكن ترسخ من البداية، حين يوم كي تقولي لي إن نحط الفواكه في الماء، الذكر الوالدة الله يحفظها أكيد أوجه لها تحية كل يوم تسمع الصحة وسعادة، فكانت يوم كنا صغار ما أنسى هالمنظر، الفواكه في السلال اللي فيهم ماء ومحطوط لمدة يعني معينة. وموضوع الخل حتى سهل علينا، أحيانا ما عندك هاي مثلا الخاص بغسيل الفواكه. صحيح. فكنت أقول يا ربي ها خلص كيف نغسل الفواكه، لين قريت هالمعلومة اللي نحط الخل دكتور نقطة خل يعني. صح. ونخليه في الماء. فذكرتي فواكه معينة مثل عائلة البلوبيري والتوت بشكل عام، هذه اللي ننتبه لهم. صح. كثير يعني، والكرافس والكرافس من ضمن الخضروات. وبشكل عام كل الفواكه لازم تنغسل بشكل جيد. الله يذكره بالخير، امي كانت دائما تغسل من كذا ما توسوس في الخضر، كانت تغسلها بليفة، تعطلهم ليفه خاصه تغسلهم بالصابون تفركها. اقول لها ما يبالي، تقولي لا لان عشان تاكد ان الخضره نظيفه. لا ترى الخضره خصوصا ناكلها بقشرها وايد ناس تلمس الخضره، فلازم تاكد بعد انها نظيفه 100%. نعم، فنتمنى اعزائي المستمعين نكون اليوم شوقناكم يوعناكم. حد الحين يصير ياخذ له تفاح ولا توت. توت هي نبى توت، نبى تفاح، نبى خوخ، ما شاء الله يعني هالفتره مش وايد في فواكه ما شاء الله موجوده في السوق، فنوعوا كلهم، خذوا نوع خذوا لون عشان ما تتملوا من الفاكهه، وكلوها بالقشر. افوكادو وايد زين والله يا نمر. الافوكادو غني بالدهون المفيده، يعني احد افضل انواع الدهون موجوده في ثمره الافوكادو. والافوكادو ما شاء الله ممكن ناكلها بمختلف، ممكن تقصصونها تقطعونها في السلطه، ممكن تهرسونها وتحطونها على الخبز، يعني وايد في طرق لاكل الافوكادو، جدا مفيد الافوكادو. طبعا ما ننسى دكتوره الطريقه الشهيره البيض، واللي يعني الافوكادو ها ترى مو بس في المطاعم، يسوونها في البيوت. فهناك اكثر من طريقه ندخل الخضروات في اكلنا
للحصول على أكبر فائدة ممكنة. الألياف والدهون مفيدة وغيرها. رح نطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل رح نتكلم عن موضوع يهم شريحة كبيرة من الناس، السكري والنظام الغذائي السليم. بيكون عندنا الأستاذة فاطمة الدرويش اختصاصي التغذية السريرية في هيئة الصحة ببي، فبقوة لا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما نعرف أعزائي المستمعين، لداء السكري والمصابين بهذا الداء نظامهم الغذائي الصحي اللي يحفظ لهم مستوى السكر في الدم عند معدلاته طبعا الطبيعية ومن غير اتباع النظام السليم اللي يختلف من شخص لآخر، فإن احتمالات التعرض لآثار جانبية أو مخاطر تبقى واردة وفي الحسبان. وفي فقرة اليوم بنتعرف مع بعض على أهمية الحفاظ على النظام الغذائي حتى طبعا تبقى قدرتنا على التحكم في مستوى السكر في الدم على الدرجة يعني المأمولة والمطلوبة. فأعزائي المستمعين، حبينا نحن في هذا الشهر إن شاء الله ننوه أكثر على التوعية بالسكري والتوعية لكيفية اتباع نظام غذائي سليم، فإن شاء الله تابعونا في حلقات برنامج صحة وسعادة بنتناول هذا الموضوع بشكل موسع إن شاء الله في شهر نوفمبر. لذلك وفي الحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا اليوم أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة درويش. صباح الخير أستاذة فاطمة. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا فيك أستاذة فاطمة. نتكلم أول شيء أهمية الالتزام بالنظام الغذائي الموصى به للناس المصابين بداء السكر. في مرضى السكر يقول لك طالما أنا أخذ دواء اللي الدكتور يقول لي إياه سواء إنسولين سواء حبوب، يعني ممكن أخربط شوي في النظام الغذائي أو مو مهم النظام الغذائي، فشو أهمية الالتزام بالنظام الغذائي لمريض السكر؟ صح، مثل ما قلتين الدواء مهم عشان نحافظ على مستويات سكر طبيعية، بعد الأكل جدا مهم أنه يكون جزء أساسي من العلاج لمرضى السكر، فإن المريض يتبع نظام غذائي، ما بقول أنه لازم يكون ستريكت، ولكن نظام غذائي يعني يعتمد على عمره، جنسه، نشاطه البدني، يعني نظام غذائي متنوع، نظام غذائي يكون متوازن من كل المصادر الغذائية، هذا بيكون يعني بدون restrictions، يعني إن شاء الله يكون إن النظام الغذائي مناسب حقه وما يمل أو يتعب مثل ما ذكرت. ممتاز. الغذاء يعني كلمنا عن نظام الغذاء اللي تعطونه مريض السكر، شو الأغذية بالعادة اللي أنت تقوله كثر منها، وشو الأغذية اللي دائما يقولون يفضل أنك ما بنقول إحنا تمتنع عنها لكن تقلل منها بشكل عام؟ قلل صح. هو أول شيء إذا ما نتكلم عن المجموعات الغذائية، فنحن دائما ننصح إن صحن المريض يكون منوع، يعني ما يكون أكثر من نوع معين من الأكل أو من مجموعة غذائية معينة عن غيرها. فكل ما الأكل كان متنوع من الأكل الطبيعي الغني بالخضروات، الفواكه، البروتين، كل ما كان أفضل. فإذا كان من المجموعة مثلا المجموعات اللي تحتوي على كميات السكريات اللي مثلا الألبان، الفواكه، الخضروات النشوية، مثلا السكريات النشويات المعقدة وغير المعقدة مثل الخبز والمعكرونة وغيرها والبقوليات، هاي كلها تحتوي على نسبة معينة من السكريات أو النشويات تأثر على مستوى السكر في الدم. فنحن دائما ننصح المرضى أن هاي المجموعات اللي أنا ذكرتها كلهم يتناولونها بكميات معتدلة، ويختارون دائما هذه يعني يختارونها بدلا من ان يتناولون السكريات، الحلويات، المشروبات المصنعه اللي تحتوي على سكر. يعني مثلا في مرضى يقولون انا مستحيل اكل تمر او ما باكل مثلا موز لانه يرفع السكر. لا، انت تقدر تاكل موز، تقدر تاكل التمر، تقدر تاكل هاي بس باعتدال وبكميات مدروسه، يعني تكون محسوبه من ضمن احتياجات الشخص نفسه. ممتاز. استاذه فاطمه،
لو شخص مشخص جديد بمرض السكر، انتم متى تنصحون يشوف اخصائي تغذيه؟ هل من البدايه ولا عقب ما يبتدي الدواء ويبدا يقول لك يعني ينتظم السكره؟ وهل تبتدون قبل ما يبتدي الدواء ولا يفضل تماشيا مع العلاج الدوائي؟ دائما يكون تماشيا مع العلاج، يعني دائما عندنا مثلا المريض يكون اول ما يتشخص على طول الطبيب السكري يشوفه، اخصائيه التغذيه يشوفه، ومن بعدها يصير في تعاون بين الفريقين، ودائما نتابع كيف استجابة المريض مع الأكل والأدوية اللي هو يتبعها مناسبة، ممكن نزيد نسبة الأكل، ننقص الأكل، أو الدكتور يقرر أنه يزيد نسبة الدواء، فهو دائما يكون في تعاون بين الفريقين ويكون تماشيا مع العلاج. نعم فاطمة، يمكن البعض اللي يعني شخص بالسكر، يعني مثلا أنا صار لي يعني سكر الحمل، كان عندي صعوبة ويعني نفس يعني شيء فجأة أنه ما يصير أكل أي شيء، كيف يعني أول مرة في حياتي ما يصير أكل أي شيء، مع أنه مو أنه من كثر الأكل الغير صحي اللي أكله ولا من كثر الحلويات، يعني أنا مو بإنسانة يعني متعودة على الحلويات كل يوم، بس مجرد أن حد يقول لك أنه عندك شيء معين، عندك مرض معين، أنت لازم فترة معينة تلتزمين بنظام غذائي، كان الشيء بالنسبة لي يعني فجأة تحسين كل شيء تبين تاكلينه اللي تبينه ولا ما تبينه بالضبط. فكيف انتم كأخصائي تغذية، وما شاء الله ليس يعني مدحا بهيئة الصحة، ولكن اول ما شافوا النتيجة هم على طول دايركت تبارك الرحمن، يعني ما خذت يعني يمكن ثواني ودوني صيدلية عطوني هالشيء حتى اللي ما اعرف استخدمه مال السكري، عقب ودوني عند على طول أخصائية التغذية، كذا 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 لازم تسوين، عقب اسبوعين اشوفك وكذا، يعني هي منظومة متكاملة دكتورة. صحيح. مجرد صحيح. ان انت لا سمح الله تشخصين بسكري سواء سكر الحمل او اي سكر، بعدها تبدا المتابعة بشكل مستمر. فعن تجربة وجدت صعوبة في البداية اني انا اتاقلم مع نظام غذائي، اني احسب بعد كل وجبة كم صح. مستوى السكر، فكيف انتم كاخصائي تغذية استاذة فاطمة تكونون مع المريض، كيف تشجعونه انه هو يلتزم ولكن بطريقة مثل ما قلتي مب يعني ما يحس انه اجبار يعني علينا، يعني هو تغيير نمط حياة اكثر من نظام غذائي مؤقت وبعد هذا رح يرد الحياة يعني. يعني اكيد هذا الجواب عندكم انتم، ما اعرف كيف تقنعون الناس كيف تخلونهم يلتزمون. صح هو دائما نحاول نركز على شو المريض ممكن انه ياكل اكثر من ما نركز شو لازم يتجنب، يعني احنا نحاول نخفف من الاكلات اللي انت قلتي رحت انه منعوها عنك وقالوا لك حاسب منها، بس احنا نحاول نركز ونشجع المريض انه لا بالعكس، انت كل خضروات كل الياف، مثلا صحنك دائما خلي ملون بالضبط. لا والله مساكين ما قالوا لي لا تاكلين شيء ولا شيء، ما قالوا لي لا تاكلين، بس انه قالوا لي اتبعي النظام الغذائي يعني ما قالوا انا بروحي اللي كذا نفسيا امنا قامت تفكر في الاشياء الخارج النظام الغذائي تقول شو خارج النظام. فبالعكس فدائما نحاول انه ما نحطهم في هذا التفكير اللي هو الحرمان او مثلا نخليهم، لا بالعكس يقدر ياكل شوكليت مريض السكر عادي، بس بنحسب له كم الكميه. صح. يقدر ياكل كل اللي يبغيه بس بكميات معدده، وثاني شيء اللي هو وايد مهم انه يمارس دائما النشاط البدني ويكون اكتف، يعني خلال اليوم نشيط يتحرك يكمل الخطوات اللي مطلوبه منه يكملها، مثلا 10,000 خطوه في اليوم، يحاول انه يكون نشيط خلال اليوم، يحرق هالكالوريز اللي ياكلها وما يتعدى، يعني بس يصير هاي بس ان نحاول نثقف المريض بطريقه انه هو يوازن الاكل اللي هو يحبه بالاكل الصحي اللي المفروض يكون جزء من حياتنا ويتعود عليه، خلاص يصير نمط حياه مثل ما قالت الدكتوره. ممتاز. نعم. شو النظام الرياضه اللي بالعاده تنصحون في مريض السكر تحسون انه يعني يعطي نتائج افضل مع تحكم مستوى السكر؟ هو دائما يعني ننصح ب يعني الرياضات، مثلا على الأقل رياضة المشي اللي هي يعني ممكن شوية تزيد من سرعة دقات القلب، ومع بالإضافة إلى الويت ترينينج اللي هو يشلون شوية أثقال شوية، بس على الأقل يكون عندهم يكونون كتلة عضلية لو أنها تزيد شوي بس بيكون أفضل حقهم. فدائما نحاول نوازن بين الإيروبيك إكسرسايز اللي هي الرياضات مثل المشي السريع شوي وبعض الريزيستنس إكسرسايز اللي هي شوي فيها مقاومة، تمارين المقاومة. بس طبعا مرضى السكر لما يسوون رياضة لازم نتأكد أنهم ماكلين عدل، ما يروحون يسوون الرياضة على طول
مو بماكلين او ماخذين درع الدواء ويبون يسوون رياضه ما يستوي. يعني دائما يكون في بعد تحديد لهذا الموضوع. نعم ممتاز، شكرا لك استاذه فاطمه الدرويش اختصاصي اول تغذيه سريريه في هيئه الصحه بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص السكري والنظام الغذائي السليم. شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا لكم. شكرا. طبعا مثل ما قالت استاذة فاطمة عن الرياضة، يعني رد نقول ان في بعض المرضى يفكرون لما نقول لهم سووا رياضة معناها يصيروا يشتروا اغلى جوت رياضة واشتركوا في اغلى جيم وروحوا، ما يبالك كل هذا. دائما نقول استثمر في تكرمون جوتي رياضة زين، مو لازم يكون غالي لكن يكون جوتي رياضة. ممنوع نمارس اي رياضة بالنعال عادي او الناس يقول والله بسوي انا حافي، ليش؟ لانه تكرمون جوتي الرياضة مخصص أن يوزع وزن الجسم بشكل سليم أثناء أدائك التمارين الرياضية، بالتالي يمنع إصابات الظهر، يمنع إصابات الريل، ويمنع ألم القدم اللي يجي مع ممارسة الرياضة. فلازم يكون جوتي اللي تلابسنه جوتي الرياضة عشان يمنع الإصابات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، البسوا في الرياضة شيء أنتم مرتاحين، شيء يكون مريح، يكون قطني خفيف مريح، ما يكون ضيج، ما يكون جينز، ما يكون أنا صراحة لبس الرياضة نفسه أنا ما أحبه لأنه مصنع كله مواد مش طبيعي، يعني كله بوليستر وغيره، ما يساعد في امتصاص العرق. فتلاقين يجون بعدين عياده عندهم حساسيه في الجلد، عندهم اماكن معينه في احتكاك، والسبب ان لبس الرياضه يلبسونه مش قطن. دائما اشجع الناس تلبس اشياء قطنيه خصوصا جونا اصلا حار، فلبسوا قطن ناعم ومارسوا الرياضه. احلى من يمارسوا الرياضه دائما نقول الرياضه المجانيه تقريبا المشي، امشوا او شي رياضه لكم تساعد في تخفيف الوزن، تنظم لكم السكر، تتعرفوا على ناس يداد، تشوفون ناس جديدة ورايحة ورادة وتتمشى وتوسعون صدركم والجو جميل وتشوفون الناس وتغيرون جو وتاخذون فيتامين دال، يعني كل هذا بالمجان. الحين كيف نمشي؟ في ناس تقول دكتور انا امشي 3 ساعات ما نزل وزني ولا كيلو. اي واحد منهم نمر يقول انا امشي 3 ساعات ما نزل ولا كيلو، ليش؟ لان ما نمشي بالطريقة الصحيحة. كيف نمشي عشان ينزل وزننا؟ لازم اول شيء نمشي لمدة على الاقل 20 دقيقة لما نحس دقات قلبنا زادت. يقول روح امشي في اكسو سوي رياضه فعلا ما شاء الله. بس الحين الناس اللي تبغى تنزل وزنها، نبدا بالاحماء. لما نحس دقات قلبنا زادت ونفسنا صار عميق، هني بالجسم بدا يحرق الدهون. اذا بعدني حسيت ان انا مرتاحه ما في حرق قاعد يستوي في الجسم، لازم دقات القلب تزيد والنفس يستوي عميق. من هني تحسبون على الاقل نص ساعه رياضه مستمره. اي هذا دكتوره بمشي ساعه ونص انا؟ لا تمشي وبالعاده، يعني انا احس تبدا هاي المرحله عندي بعد نص ساعه يمكن. شدي على العمر شو اول اول 20 دقيقه تمشي على راحتك. هو بالعاده ترى 15 دقيقه يبال هالوضع، لما تحسين دقات قلبك زادت وبديتي تلهثين، هني الجسم بدا يحرق الطاقه في الجسم. في فرق بين امشي واتمشى. طبعا تتمشين هذاك، تتمشين 5 ساعات حسين ريلك عورتك بس للحين كل شيء عندك تمام. لا عشان تمشين عشان نستفيد لازم نسوي بهالطريقه. شو اللي يستوي للاسف؟ ان الناس بدها تمشي من بدت تلهث يست خلاص خلصت الرياضه عندها، بالتالي ما بدا الحرق عندهم. فلازم نسوي بهذه الطريقه عشان شو؟ ينزل وزننا. اذا تبغى تحافظ على وزنك ممكن تسوي رياضه 3 ايام في الاسبوع، اذا تبغى تنزل وزنك ممكن تسوي 3 إلى 5 ايام في الاسبوع ساعه كامله. ولا تقولون ساعه وايده، احنا نقضي ساعات كثيره يا نايمين يا على التلفزيون، ما في تلفزيون احنا الناس كلها يعني كلها على التليفون يا نسولف. الحين دكتور الواحد يقدر يوم يمشي يسوي وايد اشياء، يقدر يشغل له شيء يسمعه بالضبط، تسمعون قران، تسمعون محاضره، تخلصون وقتكم على ايميل مو تمشون. بس طبعا صعب تتحكمين بالتليفون تمشين سريع، يعني ركزوا في الساعه في اماكن فيها ارتفاع هذا صح، والممشى امن في كل مكان، كل فريج تقريبا في ممشى. الصراحه دكتوره اللي في دبي ما شاء الله تبارك الرحمن يعتبرون محظوظين، يعني انا اعتبر نفسي الحمد لله محظوظه، يعني الاماكن اقرب الاماكن لي اماكن ساحره وجميله يعني، وخاصه اكسبو الحين دكتوره لو تلاحظيني رايحين اكسبو كلهم لابسين جواتي. صح انا سايره اكسبو جاهزه ومشيت في اكسبو. اي طبعا، فيعني المشي في اكسبو يعني متعه صراحه. اكيد البسوا شيء مريح، والقريه العالميه القريه العالميه القريه واكسبو في وايد مجالات المشي. والحدايق نعم. اماكن يعني كثيره وفي هذا وضع اوزان خاصه للرجل ترع الحرق. من تجربه في اوزان تنباع حتى اونلاين تنباع، بس لا تاخذون الاوزان ثقيله، يعني في مثل ربطه تربط حوالين الريل فيها وزن كيلو كيلو ونص كيلوين ثلاثه، تساعد ان الحرق يكون اكثر. لكن انا من نصيحتي ما تسويها من البدايه اذا انت مو متعودين تمشين، يعني مو يعني
مو أنا من سنوات ما مشيت توني ببدأ أمشي أول مرة أسي أحط وزن عشان أسرع النتيجة، راح أصاب على يعني على يعني على الأغلب راح أصاب يا ألم في القدم، أصاب بتمزق في العضلات. لازم بعد ما نمشي نتعود على المشي فترة، بعدين ممكن ناخذ الأثقال نحطها حول رجلينا تساعد عملية الحق. راح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله راح نتناقش عن موضوع حملة الأمل وماذا عن صحة الرجل اليوم، عن الرجل عشان الرجال ما يزعلون. فابقوا وارتذبوا بعيدا. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. ودائما دكتورة ندى نواصل حديثنا عن حماية الصحة العامة وأهمية الاكتشاف المبكر للأمراض وضرورة إجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، وهذا ما تؤكد دائما عليه هيئة الصحة بدبي في حملاتها التوعوية سواء السنوية أو الدورية المنتظمة، واللي كانت آخرها حملة الأمل اللي استهدفت التوعية بمرض سرطان الثدي وغير ذلك من الحملات اللي تستعد الهيئة لتنفيذها في الفترة القادمة. وطبعا والحملات الأخرى اللي تتعلق بصحة الرجل كذلك، فحول هذا الموضوع بتحدثنا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة هند. صباح الخير آمنة، صباح الخير دكتورة ندى، وصباح الخير لجميع المستمعين. أهلا فيك دكتورة، سعيدين بتواجدك معنا في برنامج صحة وسعادة، وأيضا سعيدة أني أسمع صوتك. أنا بعد اشتكت لك أنا. شكرا للدكتورة. دكتورة اليوم بنتكلم عن حملة الأمل وفكرتها وأهدافها وشو اللي تم إنجازه خلال هذه الحملة. طبعا حملة الأمل من الحملات الأساسية في حماية الصحة العامة. احنا هذه الحملة نقوم فيها سنويا في شهر أكتوبر بالاحتفال بالتوعية بسرطان الثدي. هدفنا الرئيسي في حملة الأمل أن نزيد توعية المجتمع وبالأخص للسيدات في ضرورة معرفتهم شو هو سرطان الثدي، معرفتهم عن أهمية الكشف المبكر، وأيضا معرفتهم بآخر ما توصل إليه العلم من ناحية سرطان الثدي وآخر الإجراءات الوقائية اللي يقدرون يسوونها عشان يكون نفسهم من الإصابة بسرطان الثدي. ممتاز. دكتورة هند، بما تكلمتي عن إن أهمية سرطان الكشف المبكر عن سرطان الثدي، فنوضح للنساء، يعني ذكرنا الموضوع أكثر مرة بس بعد نرد نأكد لهم شو أهمية الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية والالتزام بها. طبعا الكشف المبكر دكتورة يعني يعتبر من أهم الأشياء. ليش؟ لأن يعني كل الدراسات والأرقام والإحصائيات تقول إذا إحنا قدرنا نكتشف هذا المرض مبكرا وفي مراحله الأولى فإن نسبة نجاة السيدة تكون تصل إلى حتى 99%. فهو يعني هذا الرقم يعتبر رقم جدا مهم وجدا استثنائي، وخصوصا لمرض كمرض السرطان. فإحنا دائما نقول لهم إذا أنتم اكتشفتوا هذا المرض في مراحله الأولى، ها معناته أن أنتم عطيتوا نفسكم فرصة كبيرة أنكم تنجون من هذا المرض وشفائكم يكون يعني بنسبة جدا كبيرة وجدا عالية. لكن إذا أنت تأخرتي، والكثير دكتورة يخافون يقولون أنا ما بعرف، أنا ما بأبحث، أنا ما بأسوي، خلي إذا فيها فيها. إحنا نقول إذا لا سمح الله كان هذا المرض موجود، فأنت بخوفك هذا بتأجيلك للموضوع أنت شي تعطين لنفسك فرصة أقل للنجاة، والعلاج يكون أشد عليك وطأة من أنك إذا أنت اكتشفتي في مراحل الأولى. أكيد صحيح. إحنا في البداية قلنا يا أمنة حملة الأمل وماذا عن صحة الرجل عشان ما يزعلوا عن الرجال، يقول كل مواضيعكم عن المرأة وكيف تحافظ المرأة على نفسها والرجال ما يهتم صحته، وعادي يقولك حتى في البيت ما حد يسأل عني إذا كحيت إذا هذا. فأحين لما نتكلم عن
أهم صحة الرجل وأجندة هيئة الصحة المتعلقة بالحفاظ على صحة الرجل، بما أن يوم الرجل مثل ما أنا وآمنة من ساعة سوينا سيرج طلع في شهر نوفمبر، 19 نوفمبر هو يوم الرجل، الحمد لله طلع لهم يوم عشان ما يقول مالنا يوم، يوم الأم في شهر 3، يوم الرجل اليوم الأم لها كل يوم، يعني المرأة كل يوم، لكن الرجل له يوم 19 نوفمبر. فشو عن صحة الرجل في نوفمبر؟ طبعا دكتورة، يعني صحة الرجل هي سوف تعتبر إحدى الحملات اللي إحنا قمنا باستحداثها لأول مرة. سوف نقوم يعني بنعطي للرجل مساحته وفرصته ونخصص هذا الشهر بأكمله عشان نوعيهم عن صحتهم وأهمية اهتمامهم بصحتهم، مش فقط الصحة الجسدية، إحنا بنتحدث عن صحتهم الجسدية والنفسية والرياضية وكل شيء، يعني أي شيء يتعلق بصحتهم إحنا بنتحدث عنهم. أهم الأشياء طبعا دكتورة، إحنا بنتحدث عن الأمراض الأكثر شيوعا بين الرجال، بنتحدث عن الأمراض اللي الرجل يكون معرض للإصابة فيها. إحنا طبعا تعرفين دكتورة في أمراض شائعة أكثر بين الرجال من النساء، مثل أمراض القلب، مثل أمراض الجهاز التنفسي، سرطان القولون بعد بين الرجال أكثر من النساء. نتحدث أيضا عن البروستات، صحة البروستات. هذا موضوع جدا مهم وجدا مخصصين طبعا عالميا، شهر نوفمبر يكون مخصص للحديث عن صحة الرجل وبالأخص عن صحة البروستات، لكن إحنا قلنا راح نعطيهم شهر كامل من الحديث عن صحتهم وكل المواضيع اللي ممكن تهمهم من ضمنها هذه الأمراض دكتورة. وبعد أيضا إحنا نبي نحدثهم عن الفحوصات الدورية اللي لازم كل رجل يقوم بها حسب فئاته العمرية. ما بندخل في التفاصيل الحين دكتورة، لكن في أشياء مثل ما إحنا قمنا بتوعية النساء ببعض الفحوصات اللي لازمهم يسوونها كنساء في بعض المراحل العمرية، أيضا سوف نقوم بتوعية الرجل ببعض الأشياء لأنهم بطبيعة الحال يمكن ينسون أو ما يحطون في بالهم أني أنا لازم أفحص هذه الأشياء. فجزء من حملتنا أيضا سوف تكون مخصصة للحديث عن فحوصاتهم اللي لازمهم يسوونها حسب فئاتهم العمرية أيضا دكتورة. نعم دكتورة، مثل ما ذكرتي يعني نحن الحين اليوم ناخذ منك مثل ما نقول وعد أن نحن في شهر نوفمبر بتطلعين معنا وبنتكلم عن الصحة الجسدية والنفسية للرجل، وبنتكلم عن الأمراض الأكثر انتشارا وكذلك الفحوصات الدورية ومواضيع أكثر تهم صحة الرجل. دكتورة، نحن دائما سعيدين بالحملات اللي تقوم بها إدارة الصحة العامة ودوركم في التثقيف ودوركم في تخصيص مثل ما ذكرتي شهر للرجل، فهذه تعتبر خطوة مثل ما نقول خطوة جميلة وسباقة عشان ما يزعلون علينا الرجال، ومنها أيضا يثقفون، لأن ما شيء هاي الثقافة في المجتمع أنه مثل ما ذكرتي هناك أمراض أكثر شيوعا بين الرجال، وحتى الأمراض النفسية دكتورة عند الرجال دائما هناك يعني تكتم، أن مثل ما ذكرنا في حلقة الأمس تشوفين الرجال دائما يشغل نفسه بالعمل وبأشياء أخرى، هذا تسترا على يمكن حالات نفسية يمر بها الرجل. فنحن أيضا شاكرين لكم طرحكم لهالموضوع عفوا، وكذلك بنتكلم دكتورة عن أنماط الحياة السليمة، نبغى توضحي لنا بالنسبة لحماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض شو دوركم في أنماط الحياة السليمة؟ طبعا جدا مهم أمنا أعقب على كلامك. للأسف إحنا عندنا ثقافة في مجتمعنا إن أنت كرجل المفروض أنت ما تحزن، المفروض أنت ما تبكي، حتى إحنا نعلم هذه الأشياء لأطفالنا من الذكور إن نقول أنت ريال المفروض أنت ما تصيح. فإحنا إن شاء الله في هذا الشهر سوف نركز إن أنت في النهاية إن إحنا نعرف إنك أنت رجل، لكن في النهاية أنت إنسان، والإنسان يكون معرض للشعور بالحزن، للغضب، للقلق، للكآبة. فإحنا نبي نشيل شوية هذه الاستجمة، الوصمة هذه إن إحنا أنا كرجل المفروض أنا أكون جامد وما يهزني ريح وما يصير فيني أي شيء. بالعكس، مش معناته أنت إذا حزنت أو أنت إذا أصبت بالكآبة معناته هذا انتقص من رجوزك. بالعكس، أنت بمجرد ما أنك أنت تعرف هذه الأمور راح أنت تقدر تشتغل عليها وتتحسن جودة حياتك النفسية وأيضا جودة حياتك الجسدية وأيضا جودة حياة الأشخاص المحيطين بك.
أكيد. تفضل دكتورة هند. الأنماط الحياة دكتورة، إحنا يعني في كل مرض، كل ما نتكلم عن مرض معين أول شيء يتحدثون فيه في الوقاية أن أنت لازم تكون عندك أنماط حياة صحية. ونمط الحياة في السابق كان فقط الناس تتوقعه فقط الغذاء الصحي والنشاط البدني، الحين إحنا صرنا نتحدث عن أنماط الحياة الصحية في جميع المجالات. أنت لازم يكون عندك أيضا نمط حياة صحي من الناحية النفسية، أنت أيضا لازم يكون عندك نمط حياة صحي من الناحية الاجتماعية، أيضا لازم أنت تكون عندك حلقة من الأصدقاء المقربين، عشان أنت في النهاية يعني إحنا ما نقدر نواجه بعض الأمور إلا إذا كنا محاطين بأحبائنا وأصدقائنا. فإحنا قمنا نتحدث عن جميع أنماط الحياة، مش فقط الغذاء الصحي، حتى الغذاء الصحي قمنا نتحدث عنه بطريقة شوي مختلفة عن المعتاد. النشاط البدني اتطرقنا، عشان إحنا دخلنا تحدي ثيرفي ثيرفي أتوقع المفروض إحنا كلنا نشارك في هذا الشهر. أنا دائما أقول هذا الشهر هو يعتبر بداية موسم الشتاء، وبداية نذكر نفسنا بضرورة وأهمية النشاط البدني. فأنماط الحياة يدخل في كل موضوع، يدخل في كل وقاية من أي مرض، لذلك إحنا دائما نحطها في قائمة أولوياتنا من ناحية التوعية ومن ناحية الحملات. نعم أكيد. فنقدر نقول دكتورة نمط الحياة السليم مثل ما ذكرتي يتغير، لم يعد مثل ما كان في السابق، ولكن نحن دورنا في برنامج صحة وسعادة أن ننقل للمستمعين هذه الأنماط الصحية اللي نباهم دائما يمارسونها ويتبعونها في حياتهم. دكتورة، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين قبل ختام فقرتنا لليوم. طبعا احنا يعني كهيئه الصحه وحمايه الصحه العامه دائما نقوم بمتابعه اخر المواضيع اللي تهم المجتمع، لذلك احنا قمنا بتخصيص شهر في السابق عامه نخصص فقط للحديث عن مرض السكري، لكن احنا ان شاء الله هذا الشهر راح نتحدث عن مرض السكري وإلى جانب عن صحة الرجل، وإن شاء الله بتكون لنا العديد من النشاطات والفعاليات في هذا الشهر. وآخر رسالة أخيرة أوجهها أن لا تهملوا صحتكم الجسدية، لا تهملوا صحتكم النفسية، وإذا حسيتوا أنكم في أي لحظة من لحظات حياتكم محتاجين للمساعدة قوموا بالبحث عن الأخصائي المناسب، ولا تستمعون للإشاعات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي. دائما خذوا مواضيعكم الصحية ومعلوماتكم الصحية من المصادر الموثوقة. ممتاز، شكرا، بصحة وسعادة. أنت بصحة وسعادة دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك تواجدك معنا اليوم. مع السلامة. مع السلامة. طبعا مثل ما قالت دكتورة هند عن أهمية الصحة النفسية، وإحنا تكلمنا وايد وكان في يوم للصحة النفسية وتكلمنا عن أهمية الصحة النفسية، في كثير من الناس إلى اليوم تحس إنه يعني مشاكل العصر هي المشاكل العضوية أكثر من يعني السكري، السمنة، الضغط، لكن للأسف مشاكل العصر الحين هي المشاكل النفسية، الضغوطات والتوترات كلها تؤثر على صحتنا النفسية بشكل مستمر. فلو نلاحظ الحين توجه عالمي أمنا نحو الصحة النفسية الأفضل، والدليل كان في يوم للصحة النفسية وفي دائما مبادرات. لو تحظون المبادرات قبل كان دائما تركز على شو؟ والله تخفيف الوزن، تنظيم السكر، عطوا دواء أحسن. الحين تركز على الجانب النفسي للإنسان لأنه تؤثر مباشرة على الجانب العضوي. نعم دكتورة، الصحة النفسية مهمة. الصحة النفسية ممكن أنها تغير حياة الكثير من الأشخاص، ولكن الحصول على الاستشارة الصحيحة صعب. وكذلك يعني دكتورة، يمكن الشخص اللي يبحث عن صحة نفسية أفضل يحتار إلى أين يتجه. وكذلك دكتورة نقدر نقول يعني الموضوع مو بسهل، لا على المجتمع ولا على الفرد. يعني ما نقول نحن ما نسين نبسط المواضيع في برنامج صحة وسعادة ونقول لكم والله وايد سهل ان تروحون تاخذون استشارة، الموضوع صعب، الموضوع صعب يعني مع المجتمع صعب، ولكن نحن بايدنا ان نحن نوعي هالمجتمع نحو الصحة النفسية. وكذلك نحن نقول لكم دائما في برنامج صحة وسعادة ان اذا في اشخاص يستمعون لنا يعانون عندهم مشاكل في الصحة النفسية، يمكنكم التوجه الى
المراكز الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي اللي موجودة على كل مناطق إمارة دبي، وتقدرون مع الطبيب العام إنكم تفضفضوا لو تقولوا لمشكلتكم، وهو بدوره إن شاء الله بيحولكم على الأخصائي النفسي. أنتوا على الأقل تكونون في أيدي موثوقة في هيئة الصحة في دبي مع أطباء مختصين في الصحة النفسية. وإيش رأيك دكتورة؟ أكيد صحيح. إحنا دائما نشجع الناس إنه إذا كان عندك شك، أنت تحس إن مريت بتجربة صعبة، عندك ضغوطات معينة أثرت على نفسيتك، تحس تلاحظين بعض الناس أنا تقول أنا ما أحس نفسي نفس الإنسان كنت قبل سنة، صرت عصبية أكثر، صار صبري قليل، صرت ما أنام عدل، صرت دائما أفكر دائما حاتي. ما يفكرون هذا ممكن عامل نفسي، قد يكون بداية مرض نفسي بس إحنا مش واعين له، فممكن يكون بداية اكتئاب، بداية إصابة بتوتر عصبي أو غيره. فنتوجه إلى طبيب الأسرة ونقول أنا عندي 1-2-3، هل أعراض أنا عندي؟ هل هذا شيء مؤقت؟ هل يحتاج أشوف أخصائي؟ طبيب الأسرة ترى يقدر يساعدك بنسبة بسيطة، يعني ممكن يعطيك مثلا تمارين معينة تسويها، يعني يسولف معاك شوية، يساعد يفضفض له شوية، تحس ان عمرك شوي ارتحت، او قد يشعل ان الحاله تستوجب ان احولها للطبيب النفسي لاجراء فحوصات زياده، ممكن يحتاج الحاله موجوده يخاف الطبيب تتطور، فلازم نشوف طبيب نفسي. نعم، وايضا دكتوره يمكن لافراد المجتمع انهم ما يتخافون من هالخطوه، لانه يمكن ما يكون فيك مرض نفسي، ممكن الدكتور يوجهك لي أشخاص معينين. ترى في إحنا في هيئة الصحة ونحن في إمارة دبي دكتورة نعمل بمنظومة متكاملة، يمكن علاجك مو موجود عندنا بس موجود في هيئات أخرى مع أخصائي، يعني مثلا أخصائي اجتماعي، ممكن المشاكل اللي عندك أنت مش مشاكل نفسية، ممكن مشاكل أسرية بس أنت في بالك أنها مشاكل نفسية. فهاي الأسئلة كلها دكتورة اللي دور في ذهن الناس، مو بعيب ان نحن نتوجه للمساعده، مو بعيب ان الانسان يخطو هاي الخطوه، الخطوه صعبه جدا، ولكن بعد الخطوه الاولى يمكن يشوف بصيص الامل، يمكن يحس ان والله هاي الخطوه ساعدتني، انا ما احتجت دكتور نفسي ولا احتجت ادويه، ولكن احتجت احد يرشدني للطريق الصحيح، وبالتالي بدون ادويه بدون اي شيء انا انسان افضل عن امس. أكيد. فنحن دائما دكتوره نوعي بالصحه النفسيه، وان شاء الله في برنامج صحه وسعاده في هذا الشهر بننسق لي مواضيع صحه الرجل والصحه النفسيه اولا. فدكتوره ان شاء الله نكون في حلقات قادمه مع صحه الرجل، ايش تقولين دكتوره؟ طبعا ما شاء الله، يعني هاي مبادرة جدا جميلة انهم خصصوا شهر كامل في توعية مستمرة عن صحة الرجل. يعني ما شاء الله الرجال دائما يحسون انهم قواية وانهم مستحيل يمرضون، وان النساء اللي تمرض واللي هالة تمرض، لكن للأسف امراض الرجل اللي محتينا في العيادات يكون مثل ما نسميه بالعامية شيء شايد، يعني ما يكون شيء خفيف، يعني امراض البروستات وسرطان القولون، هاي اشياء ما يستوي نحن نهملها بحجة انه مو لازم، انا ما عندي اعراض، انا ما حد في عائلتنا كان عنده. مهم جدا نحن نلتزم، مثل ما ذكرنا في واحدة من الحلقات القبلية كان دكتور مهدي ذاكرنا الفحص الدوري السنوي اللي احنا نسويه مرة كل سنتين اللي هو حسب عمر الشخص، وللرجال قبل كان فحص سرطان القولون من عمر 60 آمنة، ولكن لأن الحالات اللي طلع فيها سرطان القولون في الرجال شافوا في عمر أصغر، بدأ من عمر 50، وحتى في حالات ممكن نقولها قبل عمر 50 تسوي فحص سرطان القولون، لأن للأسف اكتشفوا أن هناك حالات أصغر من 60 تصاب بسرطان القولون. مو شرط تكون مدخن، مو شرط تكون سمين، مو شرط أي من الأمراض يكون عندك، قد تصاب بسرطان القولون وأنت سليم 100%، نفس النساء اللي تصاب بسرطان الثدي وما عندها أي تاريخ مرضي، ما عندها زيادة وزن، ما عندها أي مشاكل صحية، لكن هناك وجود الجنس المعين، يعني النساء أكثر عرضة لإصابة بسرطان الثدي والرجال أكثر عرضة لإصابة بسرطان القولون، وكونك ذكر أو أنثى يعطيك عرضة أكثر لإصابة بسرطانات معينة، فيطوفون فحص الدوري هو مرة كل سنتين الطبيب يسوي لك إياه، لكن تكون مرتاح البال. ورد نقول الكشف المبكر هو أساس العلاج الأفضل. نعم فدكتورة نحن طبعا نحن ما نخوف المستمعين، ولكن دائما ننصحكم بالفحص الدوري المجاني الموجود موجود لكم في المراكز الصحية في إمارة دبي لكل يعني طبعا إذا أنت شخص حاس أن أنت من زمان ما سويت فحوصاتك الدورية، اتوجه لي المراكز الصحية سواء لك أو لعائلتك.
فإن شاء الله دكتورة ناخذ مواعيد أنا والأسرة الكريمة إن شاء الله. عندكم في ند الحمر ولا وين؟ حياك الله أي وقت. لا نحن تبع مركز البرشة الصحي، فإن شاء الله نتجه لأقرب مركز صحي تابع للمنطقة لنا ونتوجه للفحص الدوري، ونحث المستمعين أيضا على ذلك. أكيد إحنا وصلنا لنهاية برنامجنا برنامج الصحة وسعادة، مثل ما قالت آمنة خذوا مواعيد وروحوا سووا فحوصات الدورية عشان لصحتكم وصحة عيالكم، ما نتريل للمرض عشان نسوي فحوصات. فإحنا وصلنا لختام البرنامج يا آمنة، نشكر أميرة الملك كانت معنا في التنسيق، نمر محمد عبدة كان معنا في الإخراج، زميلتي آمنة كانت معي اليوم، والله تونسنا معك يا آمنة اليوم على الهواء، ويا دكتورة هذا الملة كنا معاكم تقريبا على ساعة الهواء، كان عندنا ضيوف مميزين طرحوا مواضيع وايد جميلة، وطبعا كل يوم في موضوع جديد، كل يوم في ضيوف جداد. أرد أقول عندكم أي موضوع حابين نطرحها، شيء يعني تحسون انه مهتمين نطرح في صحة وسعادة، لا يعني لا تبخلون علينا بالتواصل، وان شاء الله زميلتي آمنة بتشوفونك باكر ان شاء الله في صحة وسعادة ان شاء الله. وانا ان شاء الله بالحياة بتلاقى معكم ان شاء الله الاثنين القادم، فنلقاكم ان شاء الله، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.